بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، وأنتم ممن وضع الله لكم القبول في الأرض، والجميع الحقيقة يستمع إلى فتاواكم وإلى توجيهاتكم ونصائحكم، ونرغب الحقيقة في هذه الحلقة أن نطرح على فضيلتكم بعض الأسئلة التي تتعلق بواقع الأمة. أولا في البداية ومن هذا المنبر، منبر الفتاوى، نقدر ونثمن تلك الجهود الطيبة والعظيمة لرجال أمننا البواسل بقيادة الأمير محمد بن نايف حفظه الله ورعاه، والرجال الذين يسهرون على حفاظ أمن هذا البلد من أيدي العابثين والمخربين والإرهابيين. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأن يكلل هذه الجهود لرجال أمننا البواسل بالتوفيق والسداد. وثانيا الحقيقة نقول يا فضيلة الشيخ صالح، الأمة وهي تمر في هذه الظروف الدقيقة والأحوال البالغة السوء على كافة الأصعدة، حيث رأينا أشخاص وأفراد وجماعات أساءوا لهذا الدين العظيم وإلى سماحته، وقاموا الحقيقة بأفعال لا يقبلها الإسلام ولم يشرعها ولا يرضاها الله عز وجل، أساءوا إلى أنفسهم وإلى دينهم وإلى عقيدتهم وبلدانهم. نسأل يا شيخ صالح عن معنى الغلو في الدين، وما حكم الإسلام في الغلو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الدين ولله الحمد دين السماحة واليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو وسط واعتدال بين الغلو وبين التساهل، فلا إفراط ولا تفريط. والغلو هو الزيادة في الشيء، يقال غلا القدر، إذا زاد وارتفع فيه الغليان. فالغلو هو التشدد والتزيد في أمور الدين. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المتشددين وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ولما جاء نفر من أصحابه يسألون عن عمله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به، لما أخبروا عن عمله صلى الله عليه وسلم أخبرتهم أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوه، ولكنهم التمسوا العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد أو أقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما عرف الغلو والتطرف والتشدد إلا عن الخوارج، والخوارج
أمة أو فرقة ضالة متشددة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وأنكر عليهم تشددهم وحذر منهم صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، وأخبر أنهم سيكون لهم أتباع ويكون لهم ورثة، يستمر هذا إلى آخر الزمان، وهذا من الابتلاء والامتحان على الأمة، ولكنه حذر منهم لأنهم يقتلون المسلمين ويتركون الكفار، لأنهم ينحازون عن المسلمين وينفردون عن المسلمين ولا يأخذون العلم عن الصحابة ولا عن من جاء بعدهم، فهذه صفات الخوارج، وهم قوم ضالون ولهم أتباع ينهجون هذا المنهج إلى آخر الوقت، حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يعلن بمذهب الخوارج ويعتنقه وينفذه ويستحل دماء المسلمين، ومنهم من لا يفعل ذلك لكنه يسوغ مذهبهم ويثني عليه ويمدحه، وهؤلاء خوارج يسمون الخوارج القعدة. فعلى كل حال هذا مذهب باطل ومذهب منكر، كما أن الطرف الثاني وهم أهل التساهل والتراخي في الدين والتفريط في الدين أيضا مذمومون، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تساهل، وإنما ديننا وسط واعتدال ولله الحمد، وهو ما مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ومن جاء بعدهم. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الفرقة الناجية، وما عداهم ممن خالفهم بغلو وتشدد أو بتساهل وتفريط فإنه ليس منهم، وهو مسؤول عن مذهبه وإفراطه أو تفريطه. فالدين دين الوسط والاعتدال ولله الحمد، وهؤلاء الذين ينحون منح الخوارج اليوم، هؤلاء هم خوارج، خوارج العصر، مذهبهم مذهب الخوارج السابقين، ويتخذ معهم الإجراء الذي اتخذ مع الخوارج السابقين منعا لشرهم ودفعا لضررهم عن الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا، آمين، وأن يوفق رجال الأمن، آمين، وأن يوفق المسلمين عموما لمقاومة هؤلاء، آمين، فإن كل المسلمين رجال أمن، كما قال الأمير نايف رحمه الله أن كل المسلمين رجال أمن يتعاونون، ورجال الأمن لهم يعانون ويعينهم إخوانهم على مكافحة هذه الشرور. فالأمة كلها كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فرجال الأمن يشكرون على ما يقومون به، ولهم الأجر في ذلك عند الله، ولكن يجب مساعدتهم وإعانتهم في أداء
مهمتهم، هذا هو الواجب على الجميع حتى تسلم الأمة من شر هؤلاء. نعم، جزاكم الله خير شيخ صالح. هناك بعض الجماعات التي تتكلم باسم الإسلام والإسلام منها براء، وترفع راية الجهاد في سبيل الله وشعار الدفاع عنه، ثم هي تسيء للإسلام أبلغ الإساءة، وذلك بما أظهروه من سفك للدماء وانتهاك للحرمات، ترويع للآمنين، تفريق لوحدة الصف، صف الأمة. حديثكم حول ذلك. الحمد لله، الجهاد هو سنام الإسلام، والجهاد والهجرة من أفضل الأعمال في الإسلام، ولكن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، ولي أمر المسلمين هو الذي يأمر به، وهو الذي ينفذه، وهو الذي يشرف عليه بنفسه أو يقيم من يقوم مقامه في ذلك، وهذا مذكور في كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. قالوا الجهاد ماض مع كل إمام، برا كان أو فاجرا، حتى تقوم الساعة. فهذا هو الجهاد المشروع. أما سفك الدماء ومعصية ولي الأمر فهذا مذهب الخوارج، وهذا من الإفساد في الأرض، هذا إفساد وليس بجهاد. نسأل الله العافية وأن يهدي ضال المسلمين لمعرفة الحق والعمل به. نعم شيخ، بعض الشباب قد ينخدع بالشعارات البراقة لهذه الجماعات المفسدة، وقد يسارع بالانضمام إليها ويخرج على ولاة الأمر وينابذهم العداوة، ما توجيه الشيخ صالح؟ هؤلاء الذين هذا وصفهم قد حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر منهم أئمة الإسلام، وأن الواجب مناصحة من يقبل النصيحة منهم، ومن لا يقبل النصيحة فإن ولي الأمر يكف شره عن المسلمين بما يتخذه من إجراء رادع لهؤلاء وأمثالهم. فالدين لا بد له من حماية، البلاد بلاد المسلمين لا بد لها من حماية، والمسلمون كلهم رجال أمن، وكلهم مسؤولون عن حماية هذا الدين وحماية بلاد المسلمين وحرماتهم. فلا يجوز السكوت عن هؤلاء، أو أن بعضهم يمدح هؤلاء ويثني عليهم، وهذا من باب الجهل أو من باب مشاركتهم. فمن مدحهم وأثنى عليهم وبرر أفعالهم فإن حكمه حكمهم. نعم شيخ صالح، مما لا شك فيه أن الشباب بما عندهم من حماسة وعاطفة جياشة هم الهدف الأول لهذه الجماعات المنحرفة والمتشددة، ماذا تنصحون من هذا المنبر الشباب لجهة الحذر من هذه الجماعات المغرضة والتكفيرية؟ ننصح الشباب بطلب العلم الشرعي على العلماء حتى يعرفوا منهج هؤلاء ومنهج غيرهم، فلا خروج من ذلك إلا بالعلم النافع، فعليهم أن يتعلموا على أيدي العلماء. وهذا الجهاد مذكور في كتب العقيدة ضوابطه وشروطه ومن يقيمه، ليس الأمر فوضى. والشباب لا شك أنهم عرضة للمضللين وأصحاب الأفكار الهدامة، لأن الشباب عندهم حماس وعندهم عاطفة وتأثر، وليس عندهم حكمة ومعرفة بالأمور. فعليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم، وعليهم أن يلزموا السمع والطاعة لولي الأمر. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان بكثرة الفتن ودعاة الضلال، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن هذا من جات من هذه الفتن، لزوم الجماعة والسمع والطاعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء
لما طلبوا منه الوصية قالوا كأنها وصية مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فلا نجاة إلا بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين ولزوم الكتاب والسنة، وهذا إنما يرجع فيه إلى أهل العلم الراسخين في العلم الذين يبينون للناس الطريق الصحيح من الطريق الضال والخطأ. نعم شيخ صالح الله يحفظكم، يعني الأمة وهي تمر بهذه الويلات من جراء هذه الفرق والجماعات التكفيرية الضالة، ما هي الكلمة التي توجهونها إلى عموم الأمة بهذا الخصوص؟ نوجه الكلمة إلى عموم الأمة أن يلزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح، وأن يلزموا إمام المسلمين وجماعة المسلمين ولا يشذوا عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، وهذا كما تسمعونه في كل خطبة من خطب الجمع المأثورة، لا المنشأة والكلام المنشأ والكلام الارتجالي، إنما الخطب المأثورة فيها مثل هذا الكلام، الحث على الجماعة، الحث على لزوم السمع والطاعة، الحث على أن يكون المسلم مع المسلمين ويلزم جماعة المسلمين. فعلى هؤلاء الشباب أن يتعلموا، والحمد لله سبل التعلم ميسورة، إما في المساجد وعلى أيدي العلماء، وإما في الدراسة النظامية ودراسة المقررات الشرعية، فإن فيها التوجيه السليم للشباب وبيان المنهج الصحيح لهم، فلا نجاة لهم من هذه الفتن ومن دعاة الضلال إلا بالعلم النافع الذي يعرفون به الحق من الباطل والهدى من الضلال، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ صالح الله يحفظكم، لا شك كما ذكرتم بأن كل أفراد الأمة من دعاة وعلماء وأساتذة وأئمة مساجد بل وعامة عليهم واجب كبير تجاه هذه الأفكار المنحرفة وهذه الفرق الضالة لمواجهتها، بماذا توجهون لكل من هؤلاء حفظكم الله؟ أولا نوجه العلماء وخطباء المساجد والمدرسين في الجامعات والمدارس أن يوجهوا الشباب الوجهة السليمة، وأن يدرسوهم المقررات التي فيها بيان الحق وبيان الضلال، ويفهموهم إياها ويوصلوا المعلومات إليهم بطريقة سليمة. فالمدرسون لهم دور كبير في تنشئة الشباب وتعليم الشباب، وعلى خطباء المساجد أيضا أن يوجهوا المسلمين، فإن خطبة الجمعة لها أهمية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي فيها ما يحتاجه الحاضرون من التوجيهات والتعليمات والتنبيهات، وكذلك في المساجد واجتماع الناس في المساجد يتلقون هذا، صلاتهم جماعة خلف إمام واحد، هذا تعليم لهم على الاجتماع والتآلف وعدم الفرقة ونبذ الخلاف وعدم الإصغاء إلى المضللين، فإن الجماعة فيها عصمة من شياطين الإنس والجن. أسأل الله أن يوفق المسلمين شبابا وشيبا وجماعة وأفرادا إلى لزوم الحق والعمل به، ولكن إذا اشتدت الفتن والخطوب فإن على الخطباء وعلى العلماء والمدرسين وعلى كل من عنده بصيرة وعنده نصيحة أن يجتهد في هذا،
لأن هذا وقت الحاجة ووقت البيان، فلا يسكت عن هذا الأمر أو يوكل إلى الآخرين ثم يحصل التواكل في هذا ويحصل الخلل، ونحن مكتوف الأيدي لا نبين ولا نوجه، كما على الدعاة الذين عينوا للدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية، عليهم أن يقوموا بواجبهم، وأن هذا الوقت المناسب أن يبينوا للناس وأن يتجولوا ويلقوا المحاضرات والمواعظ على الناس حتى يكافح هذا الشر الوافد، وحتى لا يجد المضلل مكانا له في بلاد المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ولي أمرنا وقائدنا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله، حريص على وحدة المسلمين، حريص على المسلمين وخدمة الإسلام والمسلمين، وحريص أيضا على جمع كلمة الأمة من خلال كلماته والحرص عليها، تعليقكم على ذلك؟ بلا شك أن ولي الأمر مجرب ورأى الأمور، فهو يقول هذا الكلام عن خبرة وعن تجربة، فيجب أن نقتدي به وأن نساعده على هذا الأمر وأن ننفذ توجيهاته في إصلاح الأمة والبيان للأمة والعناية بالشباب خاصة ومكافحة دعاة الضلال، وأن نرد على الشبهات التي يلقونها ونبينها، فهذا هو دور العلماء في كل مكان وفي كل زمان، لا سيما عند اشتداد الحاجة إلى ذلك، وما أشد الحاجة في هذا الوقت إلى بيان العلماء وتوجيه العلماء، وكل في منصبه، المدرس، القاضي، الخطيب، الدعاة إلى الله عز وجل، كلهم جنود للحق وكلهم يبينون هذا للناس، حتى يكون لكلام ولي الأمر حفظه الله يكون له مكان في القبول عند الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا من أسئلتنا شيخ صالح، أولئك الذين يغررون بهؤلاء الشباب في وقتنا الحاضر، ما حكم الشرع في نظركم فيهم؟ دعاة الضلال هؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، من الكفار والمنافقين وأعداء الدين، والنبي صلى الله وأن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون باللسان وبيان شبهاتهم و تلبيساتهم لئلا تنطلي على الناس، لا سيما وأن المنافقين أصحاب فصاحة وأصحاب بيان، كما قال جل وعلا فيهم: وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم فصاحة وعندهم، فيجب أن ينقض شرهم بالحق الدامغ والبيان الظاهر للناس، وهذا أوان الحاجة إلى العلماء كل في مجال عمله أن يبين وأن يقوم بالواجب عليه نصحا للأمة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. من خلال هذا الحوار معكم، وقبل أن نبدأ بأسئلتنا، هل من كلمة يا فضيلة الشيخ قبل أن ننتقل إلى أسئلتنا التي وصلتنا قبل قليل؟ ملخص ما مر أن على المسلمين عموما وعلى العلماء خصوصا من المدرسين والقضاة والدعاة وكل عالم فإنه مسؤول أن يبين للناس الحق من الباطل. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يسع السكوت في هذا الوقت عن بيان الحق وبذل النصيحة وتوجيه الشباب بالخصوص، فإنهم إذا تركوا أخذهم دعاة الضلال، لا سيما في الانفراد والأسفار والاستراحات والأمكنة الخالية وغير ذلك. فيجب أن يؤخذ الحذر والحيطة في هذه الأمور، وأن يحفظ الشباب من هؤلاء. الله جل وعلا شرع لنا الاجتماع في المساجد واستماع الدروس والصلاة خلف الأئمة، أئمة المساجد، كل هذا دعوة إلى الاجتماع. جعل لنا اجتماعا يوميا يتكرر في اليوم 5 مرات، واجتماعا أسبوعيا تكرر في كل أسبوع وهو الجمعة، واجتماعا أكبر من ذلك وهو الاجتماع في الحج في صعيد عرفات ومشاعر الحج. فالدين دين الاجتماع على الحق، وتربية المسلمين على الاجتماع. والشيطان هو ذئب الإنسان، والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. فعلى المسلم أن يكون مع الجماعة، وأن يكون مع طاعة ولي الأمر، وأن كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. نحن نشكركم الشيخ صالح، ونقول حفظ الله خادم الحرمين الشريفين على ما يقدمه من نصرة للإسلام والمسلمين، بارك الله في عمره على طاعته، وبارك في ولي عهده وولي عهده، وحفظ هذه البلاد الطيبة المباركة بلاد الإسلام، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان في ظل عقيدتنا السمحة وديننا الوسطي وترابطنا ووحدتنا مع ولاة أمرنا. نبدأ بالاتصالات وناخذ إبراهيم من الحوطة. تفضل أخي إبراهيم. خير الشيخ عبد الكريم والشيخ صالح. تفضل أخي، حياك. الحديث الشريف اللي يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على حجة البيضاء لو كان عارها لازل عنها لهالك. أنا سؤالي معنى الحديث، ما المقصود المحجة البيضاء الذي كان صلى الله عليه وسلم؟ هل مقصود هي القرآن والسنة أو لها معنى آخر اللي هي المحجة البيضاء؟ أشكرك، شكرا. الحديث لفظ الحديث الوارد تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، والبيضاء هي الجادة، والمحجة هي الجادة، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة. هذه هي المحجة والطريق الذي يجب على الخلف أن يسلكوه وأن يسيروا معه اقتداء بالقدوة العظمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبأئمة المسلمين. هذه هي المحجة، لا تتخلف عن المحجة. ويغني عن هذا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد، وأما ما عداه فهي طرق كثيرة، وعلى كل طريق منها شيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه. فمن ترك الصراط المستقيم وقع في هذه الطرقات الملتفة الكثيرة، وأخذته الشياطين واجتولته الشياطين. ولهذا ندعو الله في سورة الفاتحة في كل صلاة، وهي ركن من أركان الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط الذين أنعم الله عليهم هم الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمغضوب عليهم هم اليهود وأمثالهم من كل عالم لا يعمل بعلمه ولا يبينه للناس، فإنهم على طريقة اليهود المغضوب عليهم لأنهم عندهم علم ولم يعملوا به. ولا الضالين وهم النصارى،
الذين يعبدون الله على جهل وضلال، على غير دليل وعلى غير حق، ويدخل في هذا المتصوفة الضلال، ويدخل فيه المبتدعة، وكلهم يدخلون في الضلال، نسأل الله العافية. نعم، معنا عبد الله من تبوك، تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بالله يا شيخ، عندي سؤال. عندي الوالد الله يشافيه إن شاء الله لنا، هذا شو اسمه، فاقد الذاكرة من 24 سنة. طيب. فهذا شو اسمه، الوالدة تتصرف براء وتتطلب من الراتب، طيب في تقطيع صوتك، واضح السؤال، واضح السؤال وفي تقطيع، تفضل. يا أخي الوالد إذا كان فاقدا للذاكرة تذهبون إلى المحكمة وتقيم وليا على أمواله، لا بد من أن المحكمة تقيم من يتولى أمواله ويحفظها ويخرج الزكاة منها والديون الذي عليه، لا بد من هذا، ولا يترك كل يتصرف فيها من غير بصيرة. نعم الشيخ، خطر الإشاعات ونقل الأكاذيب والأحاديث جزافا دون تثبت، هذا تضاعف وعظم لما وجدت هذه المسمى بالاتصال، بالاتصالات الاجتماعية وبالإنترنت وغيره، هذه هي التي تعرض فيها هذه الأمور. فعلى المسلمين عموما وعلى الشباب خصوصا أن يحذروا منها ومما يلقى فيها، لأنها مصائد من مصائد الشيطان، فعليهم أن يحذروا منها وأن يجتنبوها لئلا يقعوا فيما يعرض فيها من الضلال والشبهات المضلة، فإنها تحت تصرف أعداء الدين والمغرضين. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الاعتصام بحبل الله جميعا في الآية، وردت آيات كثيرات، لعلكم تتحدثون عن أسباب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام هو التمسك، تصم بحبل الله وهو القرآن والسنة جميعا، لا تتفرق عن التمسك بالكتاب والسنة، تتمسكون بالآراء والمذاهب والأفكار غير ذلك، على الجميع أن يتمسكوا بالكتاب والسنة لأنهما الصراط المستقيم، وما عداهما فهو ضلال، فعلى المسلمين أن يتمسكوا ويعتصموا بحبل الله جميعا، وليس بعضهم فقط وإنما جميع المسلمين يعتصمون بحبل الله جميعا. نعم أختم لنا هذه الحلقة يا شيخ صالح، وقد شارفنا على النهاية، حفظكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا والمسلمين شر الفتن، آمين، ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا معرفة الحق، آمين، والعمل به والاتباع، ولا نجاة لآخر هذه الأمة إلا بلزوم ما كان عليه أولها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا تسمى بالفرقة الناجية، لأنها نجت من النار بتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله وما عليه السلف الصالح، لا نجاة إلا بهذا. نعم شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وأعلى درجاتكم في المهديين، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء
على هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا اليوم المبارك، وعلى ما بينتم لنا من نصائح وتوجيهات، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ بالرياض محمد عبد العزيز الحامد ويزيد محمد الماضي، رتبوا هذا اللقاء. كما أشكر زملائي معي المصورين والفنيين والمخرجين. هذا زميلي ناصر البقومي يتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.